مسجل فيديو، كان شاهد المايك بايظ يا شاهد؟ لا يا مستر شغاله، وكان معمول ميوت بس الميتنج اللي فات ما كنتش عارفه افتحه. ماشي، يبقى ديد يو بيقول لك في زرار كده تضغطي عليه يعمل ان ميوت. لا هو ما كانش راضي، هو كان حضرتك كنت قافله من عندك. الدنيا ما عندها معاك يا شاهد، قول يا شاهد. ديد يو هاف ا جود داي. عكوسات، ديد يو هاف ا جود هولي داي. فور تورست ساي ذات ذي سو ذا بيج انيمال او swimming. swimming دبل ام swimming، صح كده. انا شفت حاجه او فيرب بقى، يبقى فيرب اي ان جي. اي سو احمد رانينج، تمام. اي هيرد حتى احمد سينج. ها تاني افعال رايت وسمعت، سي وهير، سي اور هير. خلاص اجيب بعدها مفعول واجيب فيرب اي ان جي. المفعول ده بيبقى شخص او شيء، يعني شفت احمد بيجري، اي سو احمد رانينج، تمام. سمعت احمد سينجينج، اي هيرد احمد سينجينج. فايف يبقى دي سويمنج، ها ام اي ان جي. فايف كمليها كمليها يا ماما، ماما كمليها. سويمنج بس سويمنج، ماشي. ماي فاذر سيد اي ورك ات last year worked، صح. لو قال لي was working، صح. ده سؤالك؟ امال ايه سؤالك؟ جيم، ده جيم غير الكتاب الاساسي final revision. ايه؟ ان شاء الله. فاطمة would prefer مستر، هو احنا لسه مطولين؟ لا مقصرين، اصل عندي درس هعمله لحد الساعة 2:30، ينفع اطلع؟ ما تروحوش. فاطمة would prefer to work in the radio rather than rather than معناها ايه؟ بدلا من. لا مش تفرق يا بابا، بدلا من بيجي بعدها انفينيتيف. لا والله، rather than وانفينيتيف، وعندك would rather من الاخر، كل ما هو rather هات لي انفينيتيف. اكتب كده كل ما هو rather. رواه مستر شامي. Two, is there flows in Europe last week? يلا يا يوسف. وانت زيد ما قلتش برضه، صح؟ ماشي. مستر وود راذر برضه وراها انفينيتيف؟ كل ما هو راذر بعده انفينيتيف. هيا يا يوسف. ايه؟ الوقت بيمر، حياتي بتمر رخرة. قول ايه؟ يا شباب الخير، يا شباب الخير. فيرب تو بي ده عمود اللغة الإنجليزية. عمود اللغة الإنجليزية. لازم أبقى فاهم أنا بتعامل بيه إزاي. يا بتعامل فيه كأنه فعل أساسي ويجي بعده صفة، تمام؟ زي ما أقول لك هي إز هابي، ده في المضارع، المضارع بتاعه آم وإز وآر. هل يختلط الزيت بالماء؟ سؤال، هل يختلط الزيت بالماء؟ فيرب تو بي ما بيجيش معاه فعل مساعد تاني. يعني ما ينفعش يجيب لي بي وأنا جايب دو، جايب داز، جايب ديد. لا، من نفسه. هو بيفرع بقى، بيفرع في المضارع لآم وإز وآر، بيفرع في الماضي لووز وإيه؟ لوز وير، وفي المضارع التام هاز بين او هاف بين، في الماضي التام هاد بين اللي هو دبل، يعني دبل اي، تمام. فيبقى هنا انا هتعامل مع لاست ويك، يبقى انا اروح لبي الماضي منك ايه يا عم بي؟ هيقول لي يا ووز يا ايه؟ ويا ووز يا وير، وانا كلمه فلودز بقى اللي تحدد لي، دي الجمع يبقى وير.
3. That bridge took 3 years. لا 5 جنيه. عشرة جنيه. عشرين جنيه. ما ينفعش ازود حرف بره. وشرحتها بالامس. امس بالجزء الاول. الجزء الاول على ايدك اليمين. اديك الدقيقه 27. اصبر. حاضر. ده مبني للمجهول. انا مش بزود حرف جر، انا عامل مبني للمجهول. لا انت جايب لي اوف. اوف ده فعل، ايه علاقته بالفيرب ده؟ هل لما ببني المجهول بجيب اوف وفيرب اي ان جي مثلا؟ لا، انما مبني للمجهول. مش يا بابا علي مثلا، تعليق كده علي توك 3 اورز تمام تو دو هيز هوم وورك. صح، استغرق ثلاث ايه ساعات. طب هات لي بقى البريدج ده، الجمله امبارح اللي انا قلتها في نيد تمام، قلت يتحول ازاي تو والمصدر تو وبي والباست بارتيسيبل. فهنا برضو ذا بريدج توك 3 ييرز تو بي بيلت، لكي يبنى. صوتي واضح؟ بيقطع بس. طيب في مشكلة كده في افصله وابقى ارجعه تاني بعد الحصة. To be a to be built to be built. اه طبعا ما هي جت اهي. اه تيجي في امتحان مدرسة. اظن انا شرحتها وجت لك اهي. جت في قطعة. جت في قطعة. My uncle said that he a to England then. Was travel traveling. ايوه كده. That he was traveling. طب انا وانا بحل في الامتحان هل ابص لاحمد اشوفه حللها زيي ولا مش زيي؟ ما يمكن احمد ده حمار. لا، يبقى احنا نعمل ايه؟ نرجع الكلام ده الاصل. رجع الكلام ده الاصل. كلمه دن في الماضي في الاصل بقى لما تبقى ما بين اقواس بتبقى المفروض ناو. صح؟ ناو يبقى انا المفروض جوه الاقواس از ترافلنج. احنا بنقلب للماضي از تبقى ووز. انا كده 100 100. مريم سيد ذات شي اي سي مي ليتر. وود دي وود. تعمل انا قلت لك اعرف معلومات عن حد بس هو مش هي يعني اعتقد مش هيجيب لك عن فاروق شوشه تحديدا، هيجيبها لك حاجه عامه. لا بابا اكتب لي كان بيبيع ذره. اكتب لي كان بيبيع ذره. انا ما اعرفش يا عم فاروق شوشه. زي مثلا ما كان في اولى اعدادي تمام، معلش كده زياده، طريقه عمل الرز. طب هو مش عرفنا انا بطريقه عمل الرز. اللي يعمل اي حاجه بيت بستحضر رقم محمد صلاح. اكتب كده his name is محمد صلاح فاروق شوشه. وكمل. وده ابنه. ها؟ المهم الجمل صح، بس مش هيجيب لك عن حد معين يا جماعه، هو هيسيبها لك مفتوحه العمليه. تمام؟ يعني 12. بس انا عادي الارشيف هطلع.
لا سمير is عمر asking رحاله that. والله بقول له مستر شامل بيسلم عليك. معلش معلش. سمير is asking عادل، كنت عليه 5:30 صباح. is asking عادل about his dream job. هاي عادل، how are you؟ هاي سمير، I am fine thanks not. فاكرين امبارح؟ ها؟ لما قلت لك ما تجيش غير الا في البريزنت سامبل؟ يبقى هتقول ايه؟ ها؟ What's your dream job؟ زي ما قلت لك انا مش عايز يبقى في اخطاء وانا اقولها واعديها او امشيها كده وخلاص، لا لازم انت تبقى فاهم. مش حمار كده في يوم الايه؟ ايه الخميس ده؟ عربي؟ والانجليش تاني يوم صح؟ انا السبت معاكم فري، يا دوبك عندي بس الجايه الاولى سنه والصبح، من بعد اتنين هبقى فاضي. قبل الامتحان الصبح عندي الجان والله الساعه بس في الساعه 6 صفر الساعه 6 بعملها والله، كنت بعملها في ثانويه عامه والله، كنت بجيبهم الصبح. اه والله الصبح قبل الامتحان بتاعنا قبل الامتحان الثاني ايه ايام ما كنت بدي ثالثه ثانوي تمام، كنت ما بشتغلش ليله الامتحان دي غير الا الصبح، نصلي الفجر سوا كده ونبقى جايين رايحين نشغل ليله الامتحان. What can you do to get your dream job؟ ها؟ I should study hard. I should study hard. How I should join the suitable university. The suitable university. الجامعة المناسبة. ايه؟ عشرة. اه والله. جاوب براحتك. براحتك. تبني خمسة ستة اور اور اور. بس تبقى ايوه طبعا. بس مش في ازمنة. ما تلعبليش في ازمنة. لا كلها مثلا ايه اكسبريشنز مثلا. يعني مش يبقى السؤال بوات ار يو جوينج فتقول لي ايه اور اي ويل جو اي ويل جو. لا غلط. تمام؟ لا يعني مثلا زي ما قلنا جريت ايديا دي فكره يا جماعه. اه ده راي. هتعمل ايه؟ واحد وكل دماغ واحده. واحد يقول لي والله انا هتطحق بالجامعه المناسبه، يجب ان اذاكر ايه؟ بجد، يجب ان انا سيرش اون لاين اباوت ذيس فيلد. انا عايز اعمل مثلا اشوف ستادي هارد واي كان ماشي. اه 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 ماشي. اي شود وستادي شود وكان هنا متساويين. اه ماشي. هنا انا قلت هنا متساويين مش هيفرقوا عن بعض. يعني وات بص يا حبيبي وات شود يو دو تمام تو كيب يور تيث مثلا كلين تمام. اقول له والله واحد يقول لي اي كان براش ات افري داي خلاص، واحد تاني يقول لي اي شود براش ات افري داي اي شود سي ا دكتور او مثلا اي ماست سي ا دكتور، واحد يقول لي افري 6 مانث مثلا. مش لازم انا ما لازمتش انا ما لازمتش دي المقترحات دي هنا مقترحات خلاص مقترحات. I'd like to start my own business. What والمفروض بص يا جماعه مفيش عادل في ديت خلاص، دي تكمله كلام سمير تمام، وبعدين يبقى ده عادل المفروض. يعني اصل انا عاوز ابقى روبوتكس انجينير تمام، المفروض انا بقى يقول له طب وانت يبقى وات ايه وات اباوت يو، طب وانت قال له I'd like to start my own business انا عايز ابدا عملي الخاص، قال له what can you do to achieve their, your goal؟ ما هو اهو مش في دريم جوب، يبقى مش معقوله هيساله حاجتين دريم جوب وجول. يبقى كده اه يعني دي عادل
سمير صح، وسمير بقى يساله وات اباوت يو كمان ونصلح بقى. What can you do to achieve your goal؟ مثلا I'd like to have an apprenticeship أو internship. تمام؟ To have apprenticeship. خدنا apprenticeship اللي هي إيه؟ اسمها بالعربي إيه؟ زي منحة. منحة للدراسة والتعلم يعني، أبقى صنايعي تحت حد يعني. نعم؟ لا موجود، واخدين internship؟ لا واخدين apprenticeship. أول امبارح. كانت في ايه؟ لا apprenticeship. طب ما انا قلتها لكم apprenticeship تمام وانترنشيب. انترنشيب لما بتيجي تروح تقدم على وظيفه يقول لك تشتغل اول 3 شهور تحت تدريب، تمام، ممكن تبقى بفلوس او من غير فلوس. انترنشيب. apprenticeship بقى سلام عليكم يا مستر محمد والنبي انا عايز اشتغل معاك في الصيف بس كده ايه اتعلم. خلاص ماشي اتفضل تعالى يا حبيبي. apprenticeship بقى دي زي ورشه عمل، اشترك في ورشه عمل. apprenticeship مش مشكله يا جماعه، خلاص اهي مش apprentice مساعد اصلا، ها apprenticeship ان انا ورشه عمل اشتغل في ورشه عمل. طيب انا في لغايه هنا تمام، يبقى احنا خدنا اول دايالوج ماشي. الناس لو عايزه تحضر الحصه بقى الثانيه انتوا عارفين ميعادها موجوده على الجروب تقريبا 5:30 ماشي. هنكمل على الكلام ده بكره الاربعاء. مستر في مواعيد حصصنا. مستر ثواني يا علو، اتفضل يا علو. هو ينفع اجي 4:4 اخد الورق كله وامشي؟ يا علي تعالى في اي وقت يا علي. يا انا هلاقيكم. لا هنكون بنستخب مستخبين منك. يلا علي اتفضلوا، موجود على الجروب اتفضلوا.